ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده عاوزين نبدأ في ايه؟ في داتابيز. هو ده الفيديو اللي كله منتظره. احنا كنا هنا شغالين هنا تمام مع الميموري اوثنتيكيشن تمام. لا احنا عاوزين نشيل ده كله ونشتغل مع ايه؟ مع الداتابيز بقى، ونشوف الدنيا في الداتابيز هتمشي ازاي. تمام، مفيش اي مشكلة. اول حاجه هنعملها هنروح نكريت ايه باكج نسميها موديل. قبل بس ما كريت اي حاجه، عاوز اوريكم حاجه كده تمام، اوريكم حاجه كده عشان نبقى واخدين بالنا منها من الاول. هنا تمام في الميموري لما عملنا احمد والباسورد بتاعه والادمن وكله تمام، عاوز اقول انك انت هنا الرول بتاعه ادمن، الرول بتاعه مانجر، الرول بتاعه يوزر. انا ممكن اشيل ده واجي في الاوثرايز اقول له ايه؟ كوما تمام؟ ادمن. ازاي يا عم؟ المفروض الاوثرايز ديت الايه؟ البيجز اللي مسموح له انه يخش عليها. هقول لك عشان تقدر تخليها معاهم ويعتبرها رول، هتحط قبليها ار او ال اي اندر سكور. ديت هو كده اعتبرها ان ديت رول، وممكن ايه تستنى عن ديت، وهكذا. هنا برضه اهو هقول له اوثرايز، هنا اهو هقول له رول اندر سكور ايه بقى؟ مانجر. ما فيش اي مشكله. هنا عشان ما فيش اوثرايز فخلاص هنسيبها ايه؟ رول. تعالى نعمل كده بيلد على طول اهو، ونشوف هل الدنيا بتاعتنا هتمشي زي ما احنا كنا شغالين ولا لا. تعالوا كده هنا اهو هقول له لوكال هوست اهو، اي بي اي مين تمام، زي ما احنا عارفين ودينا ريدايركت شرحناها قبل كده خلاص. الهوم تمام، بروفايل هيقول لي دخل، هقول له ايه؟ اليوزر كان مين؟ خلينا نكتب الادمن او المانجر، خلينا نعمل المانجر اللي هو ياسر تمام. وياسر 1 2 3 تمام. الهوم تمام، البروفايل تمام، الادمن لا تمام، المانجمنت تمام لانه مانجر، ماي ادمن لا. اذا تمام مفيش مشكله. اذا اللي انا عاوز اقوله انك ممكن تستغنى عن الرول لو عاوز تكتبها مع الاوثرايز، هتبقى ايه؟ رول اندر سكور ادمن. لغايه دلوقتي مفيش اي مشاكل تمام. تعالوا بقى نروح نعمل الموديل تمام اهي، موديل تمام. اول حاجه هيكون عندي كلاس بتاع اليوزر اهو، وعندي كمان كلاس، وعندي كمان كلاس بتاع الرول. هنفهم كل حاجه مع بعض دلوقتي. الرول، وخلينا نعمل كمان كلاس لمين؟ تعالوا كده للايه؟ مش ده تمام؟ للايه؟ للاوثرايز. تعال نعمله للايه؟ للاوثرايز بالمره تمام اهو، للاوثرايز مفيش اي مشكله تمام. تعالوا كده معايا بالراحه، المفروض اليوزر والرول والاوثرايز. الرول خلينا نضيفهم للجيت، جيت اد تمام. الرول اليوزر ده اليوزر بتاعنا، هتبقى فيه الداتا بتاعته. اول حاجه هيكون فيها ايه؟ لونج انت اي دي تمام. طلع ايرور ليه؟ انت ايه؟ لونج اي دي، هنعمل برايفت لونج اي دي تمام. هنقول برايفت سترينج يوزر نيم تمام، برايفت سترينج مثلا
باسورد تمام برايفت سترينج، هنقوله مثلا الاج برايفت سترينج. ايه تاني؟ مثلا الادرس تمام. عندنا ممكن بقى نحط حاجه تانيه اللي هي برايفت انت اكتف. واحد يقول لي ايه الاكتف ده؟ هقول لك الاكتف ده بتمثل ان الايميل بتاع اليوزر بتاعي هل هو اكتف ولا لا. لو اكتف هياخد زيرو، هياخد 1. لو اكتف هياخد 1، لو نوت اكتيفيتد هياخد زيرو. لو حد جرب قبل كده وكان بيخش على الفيس يقول له تحكم الهويه، مجرد ما قال لك تحكم الهويه، او لو انت بتعمل اكونت جديد وايه عملت الاكونت فبيقول لك ايه دخل لي كود اللي جه مثلا على الايه على الفون بتاعك كده، الايميل بتاعك نوت اكتيفيتد كده. ممكن نقول الايميل بتاعك نوت اكتيفيتد، اذا الاكتيف هنا واخد ايه زيرو. لكن لو هو شغال وكل حاجه تمام بتاخد معاك 1 تمام، ما فيش اي مشكله تمام. دي بالنسبه للاكتيف. اول حاجه، تالت حاجه او كام دي، 1 2 3 4 5 6. سابع حاجه هنقول سيت. مش المفروض اليوزر بيبقى ليه رول؟ ممكن يبقى يوزر بس، ممكن يبقى يوزر ومانجر، ممكن يبقى يوزر ومانجر وادمن. فعلا يعني ممكن يبقى يوزر وممكن يبقى ادمن وممكن يبقى مانجر، ممكن يبقى اتنين منهم، ممكن يبقى واحد منهم، ممكن يبقى كلهم. اذا هنعمل برايفت سيت اوف الايه الرول، لان هو ممكن يعني ممكن يكون ليه اكتر من رول. اذا سيت اوف رول تمام رولز تمام. عندنا تاني برضو الاوثرايز، ممكن يبقى ليه سماحيه لمثلا لبيج واحده او اثنين او ثلاثه او 10 او مليون ايا كان. فاذا برضو هيكون ليه ايه سيت برايفت سيت اوف اوثرايز تمام اهو بالمنظر ده تمام كده تمام ومفيش اي مشكله. هنروح في الرول، في الرول هتبقى برايفت لونج اي دي، الاي دي بتاع الرول بتاعتي. وهنقول ايه برايفت سترينج، سترينج ايه رول نيم تمام. واذا المفروض اليوزر ليه سيت اوف رول، اذا برضه الرول الواحده ليها سيت اوف يوزر. صح ولا غلط؟ صح. يعني عندي اليوزر ليه اكتر من رول، اذا برضه من الناحيه الثانيه الرول ليه اكتر من يوزر تمام، مفيش مشكله. يوزر اهو يوزر تمام كده. احنا خلصنا الرول، خلينا ناخده ديت اختصارا للوقت. برضه في اوزرايز نفس الفكره اهي الاي دي، لكن هيبقى ايه اوزرايز نيم اهي اوزرايز نيم تمام. وهنا هيبقى ست اوف ايه اف اليوزر برضو تمام. لغايه دلوقتي تمام ومفيش اي مشكله. كده احنا عملنا الثري كلاس بتوعنا. خلونا نقف لغايه كده عشان يبقى كل حاجه ليها كوميت خاص بيها تمام. ادي اهي هنعمل جيت وخلينا نعمل برضو هنا عشان احنا عندنا جيت اد تمام جيت كوميت. خلينا نروح هناك نقول له new issue create model user role وايه authorize تمام مفيش مشكله. submit new issue هناخد ديت copy اهو هنروح هناك control v closes تمام commit and push تمام بوش هيعمل البوشنج بتاعي
تمام، عمل البوشنج وكله تمام، هروح هناك كلوزد والكوميونتي بتاعته كل حاجه تمام. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنحط الانوتيشن بتاعتنا وهنشوف التيبل بتاعتنا الكريتيف داتا بيز ولا لا. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.